مباراة حساسة متقاربة جدا. علي حيدر، علي بده يجرب يلعب كان تحت السلة، بيطلع لبرا عن جد خليل، كمان علي حيدر، علي حيدر يعمل درايف، علي حيدر بينزل على البيس لاين بجرب ياخذ السبيس، بسجل الحيدر، أول سلة لعلي حيدر بالجيم جاد. كمان شون لكريم عز الدين، بيعطي علي حيدر تحت السلة، علي حيدر بسجل الحيدر، بسجل نقطة الرابعة حيدر، ما بينجح بالمحاولة، علي منصور على الديفنسيف ريباوند، علي منصور بحاول يمرر شون أرمند بيعمل ستيل، 3-1 بالفاست بريك ونقطتين سهلين لحيدر. جاد جاد خليل، جاد عم يخترب ايده الشمال ما بيسجل، جاد اوفنسيف ريباوند على حيدر بيسجل الحيدر، نقطتين للجيم. شون أرمند يعمل البيك على حيدر بيخترق بمرر كمان لعلي حيدر تحت السلة بسجل الحيدر، مهم جدا بوقت في اوفنسيف ريبون من جيمي سالم، علي حيدر تحت السلة بسجل بتمريرة من الخليل، 30% نسبته لهلا بالجيم. علي حيدر، علي حيدر عم يلعب على كيكانوفيتش تحت السلة بسجل الحيدر، يغير بدفاعاته المدرب جورج جعجع لما يخلي دينامو يلاقي الريتم يلي بده اياه بالجيم. بوقت علي حيدر، مش معقول يا علي، مش معقول علي حيدر، بأي طريقة بأي طريقة عم يخترق البيس لاين، وحش كرة السلة اللبنانية بالفعل بالفعل اللي عم ارتكاز منتخب لبنان اليوم، غير ليفل غير ليفل اليوم علي حيدر بالجيم، 19 نقطة وبياخذ الخطأ.